لدينا باسكال واو وكوبيمبي وحسيني اونيانجو وموكيدا وسط الملعب تشاما لويس ماغوينوس وناغا ماريسون وماغويلا والمدرب غوميز دي روسا المدرب الفرنسي مدربا لفريق سيمبا. بينما فيتا كلوب يدخل هذه المباراة وموسولا بويونغ اوتارا ولدينا كل من مساسي ومانكوبا واي تشيلا وسوزا ومولوكو وكيكاسا وكالا ولي. هذه هي التشكيل المدرب. طبعا مدرب إبينغي هو المدرب الذي يقود الفريق بكل تأكيد. لدينا طبعا طاقم تدريب عربي تونسي يقود هذه المباراة، نتمنى له كل التوفيق بإذنه تعالى. للحكم الشاب الحاضر أمامنا في الصورة الحكم هيثم الإدري. إذن أيها الكرام تنطلق صافرة البداية لهذه المباراة التي كما ذكرت ننتظر فيها الكثير من كرة ملعوبة وتمريرة انطلاقا للأمام. المحاولة هنا حول منطقة الجزاء، البحث عن تمريرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لكن العودة الدفاعية لقطة والكرة ملعوبة. الهجمة حاضر هنا، المحاولة للتقدم والانطلاق، الكرة العرضية ملعوبة داخل منطقة الجزاء لكن بمبدأ الضمان. نقلة للأمام ومحاولة هنا لفرصة داخل منطقة الجزاء العرضية، وين وين مرت مباشرة، مرت مباشرة. حال الفريقين بإمكانيات كبيرة، بإمكانيات جبارة، وخصوصا فريق فيتا كلوب واحد من الفرق التي يعني خلال السنوات باك. ولدينا طبعا واحد من الأسماء الجميلة والرائعة ماكوبي يلعب الكرة العرضية، خروج ممتاز كان موجود وتمريرة داخل منطقة الجزاء إلى وسهل الكرة، سهل الكرة لحارس المرمى. نقلة كانت حاضر يعني معاهم أيضا سوسة وثلاثي الهجوم لأولو. الكرة داخل منطقة الجزاء، التغطية من باسكال واو. انتظار لهذه المباراة، تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، التمريرة ملعوبة. يعني أستغرب بعض الأحيان، أعتقد أن الصورة بالنسبة لها المحاولة ملعوبة والعرضية داخل منطقة الجزاء والفرصة لهدف التسديد وإلى خارج. أيها الأحباب المحاولة هنا والفرصة لتسديد لكن سهلة 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 لحارس المرمى مانغويا. الكرة للأمام من جانب مانغويا وهنا المرور والكرة العرضية للاستلام التسديد ولكن يأتي الإبعاد بعد ذلك. وكرة هنا للأمام، محاولة داخل منطقة الجزاء، الفرصة لتسديد ولكن في الشباك الخارجية من جانب كلالا. شوفون الاستلام، كلا الفريقين كل منهم إلى الآن يستعرض ضياع الفرص. عود إلى وسط الملعب، كورة هنا للأمام ومحاولة للإبعاد ولكن عود مباشرة. البحث عن كرة عرضية داخل منطقة الجزاء الرأسية، محاولة للمرور والتقدم والتمريرة والتسديدة. يا راجل يا راجل يا راجل، مرت وعادت بعد في الإعادة. هنا الكرة الحاضرة أمامنا والمحاولة الموجودة، لاعب أمام المرمى، التمريرة العائدة وكرة للأمام ومحاولة للتقدم هنا داخل منطقة الجزاء، البحث عن تسديدة لكن كما هي العادة. والتمريرة العرضية داخل منطقة الجزاء، البحث عن الرأسية أيضا يأتي الإبعاد، أيضا يأتي الإبعاد من تشيلا. آخر الحال على ما هو عليه. أيها الكرام أيها الأحباب، العرضية داخل منطقة الجزاء، باسكال واو في الإبعاد طريق لبونغا والمحاولة هنا للمرور، ما زالت التسديدة. الله إذا للوسط وكرة حول منطقة الجزاء، بعيدة بعيدة تعود مجددا للأمام. هنا محاولة الانطلاقة والبحث عن تمريرة والفرصة لتسديدة لكن 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 تبعد. كرة داخل منطقة الجزاء، المحاولة ملعوبة والكرة الرأسية إلى حاولة، ما زالت مبعدة تبعد تبعد. كرة تعود إلى حضان حارس المرمى، محاولة ملعوبة وهنا التسديد والهدف الأول يأتي. أخيرا يأتي الهدف، يأتي الهدف أخيرا بعد طول انتظار، بعد طول انتظار أخيرا يأتي الهدف وتأتي الفرحة من جانب فريق سيمبا. يضعها لويس ماغوينوس أخيرا يدون الهدف، لويس يدون الهدف، ماغوينوس يدون الهدف في الشباك، يدون الهدف في الشباك.
شوف الإعادة، الانطلاقة للأمام والتقدم من جانب فريق سيمبا، التمريرة ملعوبة والتسديدة مباشرة والكرة في الشباك. حول منطقة الجزاء وفرصة التسديدة، الله يأتي الرد، يأتي الرد من جانب فريق فيتا كلوب بتسديدة رائعة رائعة رائعة، يأتي الرد مباشرة، يأتي الرد مباشرة، تسديدة أتت بصورة جميلة وبصورة رائعة 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 رائعة، أتت بصورة جميلة وبصورة رائعة ومباشرة مباشرة أمام. حاولت المرور والانطلاقة هنا موجودة أمامنا والكرة تمر بعد ذلك، تمر بعد ذلك الكرة، كرة حول منطقة الجزاء، المحاولة والفرصة هنا موجودة للثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني، لكن الإبعاد، الإبعاد بعد ذلك أمام، الإبعاد تعود مباشرة، البحث هنا عن المرور والتقدم، العرضية والإبعاد. هنا الكرة الضائعة والفرصة الضائعة عن طريق الحاضر أمامنا ماساسي يلعبها للأمام، ماساسي تمريرة لكن طالت، طالت الكرة، خطأ هنا موجود والمحاولة لتسديدة لكن سهلة، سهل الكرة، سهل الكرة، محاولة الانطلاق والبحث عن كرة عرضية ما زالت موجودة، التقدم للأمام والكرة العرضية ملعوبة، تبعد، تبعد وتمر مباشرة، تبعد العرضية داخل منطقة الجزاء والإبعاد، والإبعاد يأتي بعد ذلك، والإبعاد على المباراة حتى الآن، حتى الآن لا جديد يذكر. حاول حول منطقة الجزاء للمرور من جانب اللاعب الجميل والراقي في أداء تشاما، وهنا الفرصة للهدف، هنا الاستلام والتسديدة، الله شاما، 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 شاما يضعها، شاما يضعها في الشباك، شاما يضعها في الشباك مباشرة، يأتي شاما إذن يضعها بصورة جميلة وبصورة رائعة رائعة رائعة. هنا الفرح الكبير جانب فريق سيمبا، بالإعادة الكرة الموجودة، المحاولة اللي أتت مرور بصورة ممتازة ومباشرة الكرة في الشباك.